اهلا بيكم اعزائنا المشاهدين في الحلقه الاولى من برنامج مع رنا. الحقيقه ان انا في النهارده حاولت اتكلم عن موضوع هيفيد شباب كتير جدا. هو الموضوع ده طول عمره مهم لكن زادت اهميته يمكن في الفتره الاخيره، زادت اهميته اكتر في الفتره الاخيره. فالنهارده هنتكلم عن موضوع وهو موضوع المشاريع الصغيره، وازاي كل شخص يبقى له مشروعه لوحده وما يعتمدش على مثلا العمل ورتابه العمل وان يبقى عنده مدير وكده. وهنناقش الموضوع ده مع ضيوفنا. معانا دكتور محمد صبحي استاذ بحوث التسويق بجامعه كنت بالمملكه المتحده، ومعانا الكاتبه سلمى صابر. اهلا يا سلمى. طب هنبدا مع حضرتك يا دكتور محمد، عايزينك في الاول تكلمنا بشكل عام عن خبرتك في المجال ده، في مجال المشروعات الصغيره وكده. هو انا مبدئيا قبل ما اروح جامعه كنت استاذ مساعد في كليه التجاره جامعه القاهره، وكون وجودي في مصر خلاني احتك بالسوق المصري، سواء في عن طريق ان انا كنت بعمل دراسات جدوى للمشاريع، يعني في مشاريع منها تخطت 800 مليون، او ان انا كنت ساعات بشارك في ورش عمل كانت ساعات بتختص بالسيدات او ساعات حتى بالشباب الصغير، ان هو ازاي يقدر ان هو يعمل مشروعه من اول ما هو فكره، وازاي يختار الفكره دي، ولو عنده اكتر من فكره ازاي يختار الفكره الافضل، لحد بقى مرحله ان هو يدرس السوق ويحدد مين العميل المستهدف بتاعه للجزء المالي. وطبعا كان بيبقى معايا ناس دكاتره تانيين بنشارك في الموضوع ده، وبنحاول ان احنا نوصلهم ان هم يقدروا ان هم فعلا يبداوا المشروع بتاعهم. طب عايزين نبدا حضرتك دلوقتي، لو انا شاب وعندي فكره المشروع اوريدي جاهزه، ايه هي الخطوه الاولى اللي ابدا فيها المشروع؟ لو انا خلاص عندي الفكره، ايه الخطوه الاولى بقى؟ هو انا عايز الناس يعني تقعد فتره كويسه على الفكره قبل ما تبتدي ان هي تتسرع وتعملها، ان الفكره دي ليها خصائص، ان هي انا ممكن اعمل فكره اقلد فكره بتاعت حد، افتح محل بلاي ستيشن فور اكزامبل يعني، بس لا، انا عايز اتاكد ان الفكره بتاعتي دي فيها ميزه تنافسيه صعب حد يقلدها. اختار الشغل، مش لازم اكون بعرف كل حاجه، انا ممكن افتح جرافيك ديزاين واجيب حد يعمل الحاجه دي، بس انا اهم حاجه ان انا اوظف ازاي الموارد والريسورسز والحاجات دي كلها. ناس كتيره بتفتكر ان لو انا مش معايا الفلوس بتاعت المشروع هو ده العائق الرئيسي، لا، العائق الرئيسي الفكره، لان في مصادر كتيره جدا للتمويل، البنوك واحده من المصادر اللي ممكن تديني قرض، لكن في حاجه اسمها الفينشر كابيتال، دول بيبقوا ناس مستثمرين بيدوروا على الفكره الجيده، بس انا عشان اقدر اقنعهم بالفكره الجيده دي لازم يبقى عندي بزنس بلان واقدمها لهم واعرضها عليهم. وفي حاجه برضو طالعه اسمها الكراود فاندنج او كراود فاينانسنج على الانترنت، بتبقى بلاتفورمز انت بتعرضي الفكره وبتدي الناس، ممكن واحد يتبرع لك بدولار باتنين، وان انت تقدري تجمعي فلوس، فبقى في مصادر كتيره جدا، وممكن اعتمد على اصدقائي او ناس تانية يخشوا معايا في المشروع، بس هي اهم حاجه ان يبقى الفكره مقنعه ومدروسه كويس ومعروف ابعادها. طب في مهارات معينه مثلا لازم تكون في صاحب المشروع ده عشان انا ابدا مشروع، لازم تكون عندي مهارات معينه، صفات معينه؟ طبعا لازم يبقى في مهارات معينه. هي اول حاجه موضوع الريسك، ان في ناس كتيره قوي بيبقى عندها المهارات بس هو الريسك بتخليه يخاف ان هو ياخد الخطوه ان هو يبدا المشروع. عشان كده انا دايما بنصح بالموضوع ده ان الناس سنها صغير تبدا، وعاده حتى في اماكن التمويل للمشروعات الصغيره بيدوروا على الشخص اللي عمل مشاريع وفشلت كذا مره لان هو اتعلم، وغالبا رائد الاعمال الشاطر بيبقى سنه في حدود 39 40 فوق ال 35، بيبقى مر بتجارب فشل ونجاح كتيره جدا، بس ما فقدش، فضل عنده بريزيستنس او حماس ان هو يفضل ان هو يكمل ويفكر. فهو المفروض ان هو ياخد، ساعات بنسميها الكالكوليتد ريسك، ان هو ياخد يعني ما يعني ياخد مخاطره محسوبه. وبرضه بنصح ان الناس تحاول ان هي تعرض الفكره على كذا حد ويجرب ان هو يعملها بايلوت، يجربها على عدد صغير ويشوفها شغاله وبيبيع منها كويس قبل ما يبتدي ان هو يتحرك ناحيه ان هو ياجر مكان. يعني كان ساعات يجي لي حد يقول لي عايز دراسه جدوى وهو اوريدي اجر المكان، وقلت له طب ما انت خدت القرار خلاص. طب سلمى عامله ايه؟ سلمى انت كاتبه، انت طالبه في كليه علاج طبيعي وبتكتبي روايات. خلصتي علاج طبيعي؟ كتبتي لحد دلوقتي 7 روايات صحيح، وبترجميها لغات ثانيه زي الانجليزي. هو اصلا انت بتكتبيها بالانجليزي؟ طب يا سلمى عايزين نعرف منك كانت ايه بدايه، يعني منين جات لك الموهبه دي او اكتشفتي موهبه الكتابه دي عندك وانت في سنك؟ شوفي، هو الموضوع الصراحه جه بالصدفه، لان انا كنت واحده عمري ما كنت بحب القراءه او ان انا اقعد اكتب حاجه خالص، وده يعني فضل معايا لحد تانية كليه، لحد ما اختي بالصدفه عرفتني على ابلكيشن كده. الناس عادي ممكن تدخل تكتب عليه كل اللي هي عايزاه، اي حد ممكن يدخل يكتب اي حاجه.
فكان الموضوع دوت حفزني شويه، لانه ببساطه جدا انا مش مضطره ان انا اشيل كتاب كبير جدا معايا، هو طول الوقت موجود على الموبايل، وفي نفس الوقت لما عجبنيش حاجه خلاص انا همسحها. فقلت اجرب، وفعلا عجبني الموضوع قوي، وبدات اقرا كتير لدرجه ان ادمنت ان انا اقرا على الموقع ده مع قصص صغيره يعني. وانا كنت طول عمري واحده عندي يعني الايماجينيشن بتاعي كان عالي جدا، فقلت طب خلاص ليه لا، ليه ما اجربش انا كمان اكتب زيهم. فبقيت اتعلم من اللي انا بقراه، بشوف الناس التانية كانت بتكتب ازاي، وبدات اتعلم هم بيكتبوا ازاي، وادي انا يعني انا كمان ابدا بقى اكتب يعني زيهم بالظبط. شويه بشويه علمت نفسي، بدات ادور، بدات اقرا اكتر، اقرا لناس بروفيشنال اكتر، لحد ما الحمد لله يعني الموضوع ظبط معايا ولقيت الباشن بتاعي في الكتابه يعني. فاحنا النهارده بنتكلم عن المشاريع الصغيره، وان ازاي كل شخص يبقى له مثلا مشروع خاص. انت دلوقتي تقريبا يعني الكتابه وكده بقت مصدر دخل بالنسبه لك، صحيح؟ ازاي حولتي الموهبه دي انها تبقى مصدر دخل؟ يعني ازاي، امتى اللحظه اللي جت انك حولتي فيها موهبتك في الكتابه بقت مصدر دخلك دلوقتي؟ شوفي الموضوع اصلا بدا معايا ان انا كمجرد هوايه، ما كنتش حاطه في بالي ان انا يعني ادخل منه فلوس او كده، لحد ما جت شركة أجنبية كلمتني وبعتت لي وقالوا لي إن إحنا عجبنا الكتب بتاعتك، فكنا حابين إن إحنا نشتريها منك. ففي الأول أصلا حتى لما قلت لوالدي فكر إن هو سكام يعني مش حقيقي الحقيقة، لأنه ما توقعتش إن حد فعلا ممكن يكون حابب الحاجات اللي أنا بكتبها دي. بس قلت مش مشكلة، ممكن أجرب وأخد التجربة ديت، ويا صابتي خبت، والحمد لله إن الموضوع نفع يعني. وبقيت اكتر من شركه تانية بتكلمني، وبقيت انا حتى متحمسه اكتر ان انا اكتب اكتر يعني، وبقى هو تقريبا ده يعني دخلي الاساسي اصلا. هنرجع لحضرتك يا دكتور محمد، عايزين نعرف بشكل عام ايه هي اكتر الاسباب اللي بتؤدي لفشل المشروع، وبالمناقض ايه اكتر الاسباب اللي بتؤدي لنجاح المشروع؟ طيب خلينا انا متفائلين ونبدا بالاسباب النجاح. النجاح هي زي ما انا قلت الدراسه، ان انا اعمل دراسه جدوى. ناس كتير بتفتكر بقى دراسه جدوى انا اروح لمكتب ويدفع فلوس كتيره جدا، بس انا شايف الموضوع ممكن سهل ان هو الواحد يحصل عليه، وفي حاجات كتيره جدا على الانترنت ممكن تبدا بيها. هي اول حاجه دراسه الجدوى بتقسم لثلاث اجزاء، في جزء التسويق، وده بيختص ان انا اعرف السوق واعرف مين انا، في عملاء اشكال كتير، بس انا مين الفئه اللي هستهدفها، ويا ترى الفئه اللي هستهدفها دي مين تاني بيخدمها غيري، وازاي انا هتميز عن غيري دوت. ولازم اتوقع رد فعله، ان انا ما اجي انزل منتج للفئه اللي هو بيستهدفها هيبقى ليه رد فعل. فده اول حاجه الجزء بتاع التسويق. واهم حاجه في الجزء بتاع التسويق ان انا اقدر حجم الطلب، يعني انا هقدر ابيع كام كوبايه من دول، او كام كتاب لو انا بتكلم على الروايات، هي الروايات دي لاطفال ولا لفئه كبيره. جوه الروايات دي في منها حاجات دراما، في منها رومانتيك، في منها اشكال كتير. انا هبقى فين وهتميز ازاي، والفئه دي هقدر اوصل لها ازاي، هعمل لها اعلانات ازاي. طب يا دكتور ايه اكتر المجالات المطلوبه في السوق المصري؟ يعني في السوق المصري لو استني اكمل بس الجزء بعد ما انا حددت مين الفئه، لو نفترض ان هي هتقدر تبيع 100 روايه، هبتدي افكر في الجزء التكنيكال اللي هي تاني خطوه. طيب انا المكن اللي هيقدر ينتج ال 100 روايه دول هتقدر تبيعهم في شهر، في سنه، بحيث ان ابتدي اشوف انا هميك اور باي، هجيب مكان واجيب مكنه، ولا اجر في حته هم يطبعوا لي، او ادخل معايا حد شريك هو اللي يطبع ويسوق. بعد ما عرفت انا هعين قد ايه ناس، اقدر ساعتها اقدر اعرف حجم الفلوس. تيجي هنا بقى لاخر حاجه اللي هي الدراسه الماليه، وقد ايه انا فلوس محتاجه عشان امشي المشروع وادفع المرتبات او اجر مكان او كده. وبعد كده انتهي بان انا الفلوس اللي انا دفعتها في الاول دي هترجع لي بعد كام شهر، بنسميها فتره الاسترداد. طيب انا عموما لما تيجي تعملي مشروع في البديل اللي هو بنسميه الريسك فري، تحطي فلوسك في البنك وتاخدي ال 15% او ال 10% اللي هم الفايده. فلازم المشروع يكون العائد بتاعه اكتر من 15%. لو واحد جايب لي مشروع قال لي ده بيجيب 10%، لا كده ده الريسك فري 15، يبقى لازم يبقى المشروع بيجيب مثلا 15-30%. ويبتدي برضو لازم احدد الريسك، في حاجات كتيره جدا زي الكورونا، زي مثلا معدل الفايده بينزل وبيطلع، فممكن يحصل تعثر للعملاء بتوعي. فلازم ابتدي ان انا بحب وانا بعمل دراسه جدوى اعمل سيناريو تفاؤلي وسيناريو على الاوضاع الموجوده وسيناريو تشاؤمي، ويبتدي ساعتها صاحب القرار يبتدي يشوف ده انا في أسوأ الاحوال هيجي لي 20% ستيل افضل من البنك. ايوه. وفي احسن الاحوال 15، وفي ولو الدنيا فضلت زي ما هي 25، فساعتها ممكن اجو اهيد.
حتى الناس لما اجي اقنع حد ان هو يخش معايا يبتدي يشوف النتائج ويبتدي كمان يطمن ان مثلا هي عملت روايه او اتنين والروايات دي نجحت ووزعت، فده يبقى برضو بنسميه كريدنشال، يعني عندها مقومات النجاح وعندها حب للي هي بتعمله. طب على الوجه الاخر، ايه اشهر الاسباب اللي ممكن تؤدي لفشل المشروع، الاسباب المتعارف عليها؟ ما عدم وجود خبره، اختيار شركاء مش ممكن الفكره من الاول تبقى مش مناسبه اصلا. ده يعني بيبقى في اغلب الاحوال، يعني ممكن يبقى حد، انا اتذكر واحد صديقي يعني كان عمل مشروع فتح كافي شوب للسيدات بس، وكان شايف ان السيدات دول بيبقى عندهم مشكله ان هم ممكن بيبقوا عايزين يقعدوا من غير حجاب او وات ايفر، فتحوا في منطقه، المنطقه دي يعني حدائق الاهرام، منطقه في الهرم يعني، بس هو ما قدرش، ما درس البيئه الديموغرافيه، اجر مكان كبير جدا، ممكن يكون كان عنده طلب، بس هو لو كان خد حل اصغر، ودي يجي الفكره بتاعت التكنيكال وفكره ان انت تقدري حجم الطلب، ما اروحش اجر حاجه كبيره جدا وانا الطلب اللي هيجي لي انه هيجي لي 10 افراد في اليوم. فدي حاجه. الحاجه الثانيه ان كانت اغلبيه سكان المنطقه كانوا ناس حديثي الزواج، فغالبيتهم بيخرجوا مع بعض الزوج والزوجه، ان بقى واحده تقدر تخرج مع اصحابها ويتجمعوا في يوم، حاجه بتحصل مره كل شهر شهرين بعد ما اتجوزوا، فلو انا عرفت المعلومات دي اقدر احدد هم يقدروا يترددوا على المكان بتاعي قد ايه، وعدد الناس لو انا سالت 10 كام واحد، كام واحده أبدت الاستعداد والقدرة المالية إنها تروح المكان دوت وإنها حاسة إن دي فكرة كويسة. فهو ما سألش حد خالص، هو بدأ وحس إن هو بيقدم حاجة، يعني سأل مراته عدد بسيط ففشل. ما ده واحد من أسباب عدم الدراسة، وعدم إن لا لازم أسأل الناس وأشوف الناس دول وأشوف الكافيهات التانية بتعمل إيه، بس ده بالنسبة للفكرة بسيطة يعني. تمام. سلمى، أنت دلوقتي أنت بتكتبي الروايات بتاعتك باسم مستعار مش باسم سلمى صابر، طب ليه اخترتي كده؟ ليه ما بتكتبيهاش باسمك؟ شوفي، عشان كان في الاول زي ما قلت لك انا ما كنتش اصلا بعرف اكتب، ولا حتى كنت مفكره ان انا بعرف اكتب، فكان حته برضو الكسوف اللي هو انا عايزه اخلي صحابي يقراوا الكتب بتاعتي ديت، بس في نفس الوقت ولا يجاملوني لان انا صاحبتهم، ولو كانت وحشه خلاص انا عارفاها ولا كان في اي حاجه حصلت انتهى. ففكرت ان انا اكتب باسم مستعار. وبعدين لما بقى الموضوع كبر ونجح وكده، وبقت الشركات كلها خلاص يعني عارفه انه باسم كيم بلاك، فما بقتش عارفه يعني اغيرها ولا ارجع حتى لسلمى صابر تاني يعني. فكرت في الموضوع كتير الحقيقه، بس حسيت انه خلاص كيم بلاك دي بقت يعني هي الكاتبه، هي الجزء مني اللي بقى بيكتب، فما بقتش حابه خالص ان انا استغنى عنها يعني. طب بتشوفي الفيدباك من الجمهور؟ بتشوفي الجمهور مثلا تفاعل مع الروايه بتاعتك ازاي؟ بتسالي صحابك مثلا؟ هو على الويب سايتس اصلا اللي انا بنزل عليها الاونلاين ديت كلها، كلها بيكون عليها بقى سكشن في الكومنتس وفان بيج، وعلى الانستغرام كمان عندي بلاقي ناس كتيره داخله تعمل كومنتس وبعتالي لي دي امز برايفت عن قد ايه هم اتبسطوا بالقصه، وقد ايه هم حسوا مثلا لو حاجه ايموشنال. وساعات كمان كان يعني انا كان عندي اول واحده، اول روايه خالص خلصتها، فكان فيها هي كانت سوبر ناتشرال الحقيقه، فكان في وير وولفز برده وفامبايرز والحاجات دي كلها، لان كنت في الموضوع ده في الاول حباه جدا. فكنت بتبسط جدا لما بلاقي بقى القراء بتوعي بقى دول تيم كذا وده تيم كذا، وبقى يتخانقوا على مين المفروض هو احسن حد، ومين يعني مين الكويس ومين لا وحش، طب ده عمل كذا، فالاقيهم بيتناقشوا حتى في الكاركترز، فدي كانت حاجه بسطاني جدا يعني. انا بدات تعرفي زمايلك يعني، بدا الناس حواليك يعرفوا ان انت سلمى اللي بتكتبي الروايات دي؟ لما بدات ابيع الحقيقه يعني، قبل كده لما كان عادي مجرد هوايه من غير ما باخد منها فلوس او حاجه، وما بقتش مديه الموضوع اهميه، وكان الموضوع بالنسبه لي عادي، بس لما لقيت ان بقى يدخل لي منه مصدر دخل حلو والناس بقت مبسوطه منه، لا يا جماعه يعني يلا ماركتنج بقى. المفروض هتنزل دلوقتي عندنا صوره الانستجرام بتاعك اهو. ده اكونت الانستجرام برضو باسم كيم بلاك يعني، بس اعملوا لها فولو يا جماعه. انا فكره اختيار الاسم برضو، ايوه اسم حلو قوي. اسم كويس، ممكن اشرحه؟ اشرحي لي، اخترتي الاسم ده يعني كيم؟ هو انا اصلا كنت برضو في وقتها كنت بحب جدا الكوري، الكوريين كنت بحب الكولتشر بتاعهم جدا، بحس ان هم فعلا ناس تالنتد جدا. فكيم كان اقرب حاجه للكوري وفي نفس الوقت انجلش. والبلاك لمجرد ان هو كان لون حلو بالنسبه لي يعني. مش معنى كبير ولا اي حاجه، بس يعني كان بسطني. 11 لا 11 ده يوم عيد ميلادي.
طب هنرجع لحضرتك يا دكتور محمد، عايزين نعرف ايه اكتر المجالات المطلوبه حاليا في السوق المصري اللي من مشروع يقدر يخدمها يعني؟ طبعا بسبب الكورونا والتداعيات بتاعتها بقى في طلب جامد جدا على الحاجات الديجيتال والمهارات الديجيتال، ان لازم يبقى الناس عندها ديجيتال كومبتنسيز او مهارات، ان هو زي جرافيك ديزاين مثلا، زي ان انا ازاي اعمل سوشيال كامبين، ازود الانجيجمنت اونلاين. بقى في حاجات كتيره جدا، ويب سايتس كتير زي مثلا امازون ميكانيكال تورك، زي بالظبط اوبر وكريم نفس الفكره، انا بعرض المهارات بتاعتي. الويب سايتس او البلاتفورمز دي موجوده في انجلترا وفي امريكا، بعرف اترجم من العربي للانجليزي، او بعرف اشرح ماث ماثيماتكس للاطفال. فيبتدي في ريكويسترز، ناس بتطلب اعمال تتعمل، وفي ناس وركرز اللي هم بيأدوا العمل. فساعتها اعمل قائمه استقصاء عن، او عايز اعمل تجربه اوري ناس شويه صور وعايز اشوف رد فعلهم، فبتبتدي تدفع لهم بحسب الوقت بتاعهم مثلا. بس انا برضو في نقطه مهمه جدا وانا بفكر في المشروع، انا زي ما هي كانت بتتكلم ان هي بتكتب روايات، بس الفكره بقى ازاي ان المشروع دوت ان انا يبقى ازود السكيلابيلتي او قدرتي ان انا ابيع روايات في مجالات تانية، اجيب رايترز، يعني ان انا اساعدهم بالخبره بتاعتي وبالمجال بتاعي ان هم يكتبوا يبقى تحت اسم كيم بلاك. فان فكره السكيلابيلتي، انا دايما بقول لواحد صديقي يعني دكتور سنان، بقول له المشكله انت عندك مشروع صغير بس انت طول الوقت انت اللي واقف بايديك، بيقف بساعات كتيره جدا، وخصوصا في حاجات زي التركيبات وحاجات كده بتاخد منه مجهود. قلت له لا، فكر ان انت ازاي تجيب دكاتره تانيين شاطرين تختارهم، ويبقى بدل ما عندك سرير واحد شغال عليه يبقى عندك 5 6 سراير، يبقى عندك اكتر من فرع، تبتدي بقى ان يطلع. انا يعني انا مبسوط ان هي ما خدتش اسمها، ان هي خدت اسم يقدر ان هو يسمح يشد ناس اكتر. يعني برضو واحد من الحاجات المهمه وانا بفكر في مشروع، ازاي تخلي الفلوس تشتغل لك مش انت اللي تشتغلها، دي حاجه. الحاجه الثانيه السكيلابيلتي، ان انا فكره ازاي هي مفروض هي ما شاء الله سنها صغير، بس ما نفترض كمان 10 20 سنه مش هتفضل هي تفضل تكتب. هي الفكره كلها ان انا عايز ابقى انا المدير. يعني انا فتره كبيره من حياتي كنت بشتغل مدرب، بس جت فتره كنت بدات شركه تدريب، لا كنت انا بجيب المدربين وانا اللي بتعاقد مع الشركات. وعايز اقول لك ان الجزء دوت هو اللي بيبقى فيه المكسب كله. ففكر في الفكره بتاعتك، مش بس ان هي فيها مهاره، لا ازاي انت تقدر تنتقي الناس، تنقي الناس اللي هيبقوا اللعيبه بتاعتك اللي هيشتغلوا عشانك، وان انت برضه تبسطهم وتديهم فلوس كويسه عشان تحافظ على المهارات الكويسه منهم، وبحيث ان تقدر تكبر. وازاي مثلا هي شغاله حاليا في روايات مثلا للاطفال او وات ايفر، ازاي تتحرك نواحي ثانيه، ازاي تتحرك في الكتب التعليميه. ايوه في ممكن برضو تكتب بلغات تانية مثلا، لو يعني ممكن يبقى في فئات من السوق، توسع اكتر. انا الدايفرسيتي بتاعي في الجانرا، يعني انا مالتي جانرا، فبكتب ساعات رومانس، ساعات ميستري ثريلر، ساعات سايكولوجيكال. يعني انا بحاول ابقى دايفرس في الجانرا اكتر. من ناحيه التسويه ساعات برضو الافضل بعض الاحيان ان انا اشوف فين الفئه اللي انا التوزيع بتاعي احسن، وان انا قادر افهمهم اكتر، وبعد كده اتحرك لفئه بعديها على اساس ان انا امكن، يبقى انا خلاص الفئه دي عارفاني كويس، ما يبقاش ليا روايه واحده، لا ده انا ليا روايات كتير بتستهدف الفئه دي. في حاجه ثانيه ان برده بتيجي برده الابتكار. طب انا دلوقتي مثلا فئه زي المكفوفين او اصحاب القدرات الخاصه، طب انا ممكن اعمل حاجه ان انا اقرا لهم، نجيب حد يكون صوته كويس ويقرا الروايات بتاعتها، وتبقى حاجه موجوده على ابلكيشن. دي الجزء بقى اللي هو الديجيتاليزيشن، فكره ان ممكن الكتاب يعني اشوف طرق تانية ان انا اوصل لفئات فتكون ما عليهاش ضغط او مش متشافه من المنافسين بتوعي. دي بتبقى محتاجه ابتكار بس انا قبل ما اخد الخطوه دي هرجع على فكره تقدير حجم السوق. في يعني مثلا الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء، في الديموغرافيه، البيئه الديموغرافيه، ومثلا في كام حد من الفئه اللي انا بستهدفها موجود في كل محافظه، فابتدي اخد فكره حجم السوق ده قد ايه، وهل هم معاهم قدره ماليه يقدروا يعني اشوف يشتروا المنتج دوت، وعندهم النيه والرغبه، اخد منهم عينه اسالهم قبل ما اقدم على فكره ان انا استثمر فلوس في حاجه، او ان انا ابتدي احط فيها مجهود. معانا استاذ محمود. الو، معانا اتصال استاذ محمود. اهلا يا استاذ محمود. الو، صباح الخير يا فندم. صباح النور، اتفضل. بصراحه الموضوع اللي بتكلموا فيه موضوع يعني بصراحه كويس جدا، ويعني ايه يعني بيشغل كتير من الشباب، يعني
طب انا واحد دلوقتي معايا بصراحه مبلغ من المال، بس انا خايف ادخله في ايه، حضرتك مشروع حابب تسأل دكتور محمد يعني؟ ايوه ايوه فانا انا يعني ايه يعني بصراحه بخايف ان انا ادخل اخسر بصراحه، لان الفلوس دي مثلا تعبت فيها وكده. فالدكتور مثلا ازاي ينصحني ان انا يعني في الظروف اللي بيفيد بها العالم كله دلوقتي، مش بلدنا بس، لا ده العالم كله، ازاي استثمر فلوسي واكسب؟ هو شكرا على سؤالك، هو سؤال مهم وجاي في وقته بالنسبه للكورونا. انا في اول حلقه قلت اشرت ان المشكله مش مشكله فلوس على قد ما هي الفكره بتاعه المشروع، وزي ما اتكلمنا ان الكورونا قفلت بيبان كتير بس فتحت بيبان كتير. يعني دلوقتي الاسهم بتاعه شركات زي زوم اللي هي والحاجات دي حاجات الاونلاين ايوه طلعت بشكل عالي جدا. انا شايف الاستثمار في الحاجات الالكترونيه، ان انا اعمل موبايل ابلكيشن قد يكون من الحاجات اللي ممكن يبقى ليها عائد على الاستثمار كويس جدا. اتعلم مهارات ترجمه، مهارات ممكن ادرس حاجات اونلاين، اعمل فيديو. ده في ناس ما بتعملش حاجه غير ان هي ممكن بتعمل محتوى على اليوتيوب، على اليوتيوب بيكسبوا بتجيب منه فلوس كتير منه جدا. بشكل رهيب جدا. فانا محتاج ان انا اشوف ايه الحاجه اللي انا ممكن اقدمها، خصوصا لو انا مش قادر انزل، يعني حاجه تبقى من البيت. المجالات الطبيه طبعا من الحاجات اللي طلعت بفتره طبعا رهيبه. مش لازم اكون دكتور، انا قلت انا ممكن ان انا افكر ازاي. يعني في حد كان عامل فكره ان هو يعقم البيوت او يعقم مثلا كافي شوبس او حاجه، خدمه طلعت في وقت الناس كلها كانت محتاجه انها تبقى وهي رايحه مكان تطمن ان الموضوع ده معمول بشكل مثلا بروفيشنال. فممكن حاجه زي كده، ان انا الفكره اما بقول فكره مشروع انا بقول حل المشكله. يعني انت فكر في اي منتج، يعني الميه هي حل لمشكله العطش، غساله الاطباق هي حل لوجع الايدين. فانت لو بصيت بدات تشوف كل الناس اللي حوالينا بان هم يعانوا من بعض مشاكل، ما مش بلاقي حد يودي ابني المدرسه. طب من وجهه نظر حضرتك ايه اكتر حاجه بعد ازمه الكورونا بقت مطلوبه دلوقتي الشباب يقدروا يتجهوا لها؟ انا زي ما قلت لحضرتك كل ما يتعلق بالديجيتاليزيشن، المهارات، وحتى في يعني الاكسل لازم يتعلم اكسل، الجرافيك ديزاين، تحليل البيانات، الحاجات دي كلها. وانا بفضل ان انت تروح ناحيه المهارات اللي فيها، يعني ممكن واحد يشتغل كول سنتر والالو دي 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 حاجه الف واحد غير يعرفوا يعملوها، بس لو انا بقيت شاطر في حاجه زي مثلا الجرافيك ديزاين او الفكره بتاعتي جديده بشكل معين، يعني هتساعدني. الحاجه الثانيه اللي برضو عايز اشير ليها، فكره نجاح المشروع مش فكره ان انا اجيب عميل، هي فكره ازاي احافظ على العميل اللي عندي. يعني انا لو دخل لي 10، ال10 دول عايزهم يمشوا يقولوا ال1000 بالظبط. لكن في ناس كتير قوي بيبقى الابروتش بتاعها مع البيزنس ان انا اجيب عملاء والناس دي تبقى متضايقه وادور على عملاء تانيين، بقى تكلفه احتفاظ العميل قد تكون 1/10 من ان انا اجيب عميل جديد. فانا ممكن ابدا مشروع صغير وعندي عدد معين من العملاء ويبتدوا يكبروا مع الوقت، بس اشتغل على علاقه ازاي اعمل ريليشن شيب كواليتي معاهم بحيث ان انا اقدر استثمر في المشروع. وطول الوقت طول الوقت افكر ازاي ان انا، انت في ناس تانية هتبص على مشروع هتلاقيه ناجح ايا كان. لو قلنا موضوع ان انا انظف مثلا، اعمل شركه نظافه او مثلا حاجه زي ان في حرف كتير. يعني في احد المشاريع اللي هي كانت تستهدف الخير، كان في سيدات في حلوان عند بيعلموهم ازاي يعملوا كروشيه. ايوه. وبعدين المؤسسه الخيريه دي ابتدت تعرض المنتجات بتاعتهم على اونلاين، على البلاتفورمز اللي بتبيع الحاجه دي، وقدرت انها تكون انكم ليهم. فازاي انت جبت سيدات عندهم وقت بس ما عندهمش مهاره، فانت علمتهم الكروشيه، وجبت حد بيفهم في التسويق الديجيتال، وصلت الاثنين دول ببعض. ايوه. انا مش لازم اكون بعرف اعمل كروشيه ولا لازم اكون انا بعرف الديجيتال، بس انت الفكره، انت شفت الفكره الصوره الكبيره وشفت المشكله عند السيدات دي وبدات ان انت تتحرك في هذا الاتجاه. ففكر في المشاكل ان شاء الله على مستوى العماره اللي انت ساكن فيها، على مستوى الحي اللي انت فيه، على مستوى البلد، وابتدي شوف مين الفئة اللي بتعاني من المشكلة دي وازاي انت هتحط لها حل. الحل ده هو ممكن يبقى خدمة، ممكن يبقى منتج ان انت تقدر ان انت تشيل من عليهم العناء بتاعه. معانا برضو اتصال من دكتور علي. معانا اتصال من دكتور علي. الو الو. السلام عليكم. عليكم السلام، ازي حضرتك يا دكتور؟ السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا انيسه. رنا، اولا بدايه بشكركم على هذا الموضوع الجيد اللي بالفعل ده دورنا ان احنا نشوف الموضوعات اللي بتمس المجتمع ونتكلم فيها. ودايما الانيسه رنا ما شاء الله عليها، انا متابعها بتبدا تختار موضوعات
جديره بالدراسه يعني. شكرا طبعا تحياتي للدكتور محمد زميلي العزيز والانسه سلمى اللي انا سعيد بفكرها وكده. انا بس سؤال للدكتور محمد وبعدين الانسه سلمى. دكتور محمد ما شاء الله اتكلم عن نقطه مهمه جدا، لان بالفعل المشروعات الصغيره بقت توجه على مستوى مش العالم ككل يعني، يكفي ان احنا نقول دوله ضخيمه وقامت الصين بدات نهضتها كلها قايمه على المشروع الصغير. فهذا الموضوع بالفعل يستحق مننا الاهتمام، لانه ممكن اي انسان فينا يكون مستثمر يبدا يعمل مشروع من خلال المشروعات اللي بيعملها سين وصاد وعين الدوله ككل الطن. ولكن يمكن انا عاوز اسال الدكتور محمد بحكم الجانب التطبيقي زي ما تفضل، ان احنا دايما كناس اكاديميين بنتكلم عن الجانب النظري، ان لما نعمل نشوف المقومات بتاع نجاح المشروع وايه اللي يلزم، لان المشكله مش في البدايه، المشكله مش ان نبدا، المشكله ان نستمر. هو يفيدنا في جزئيه بقى التطبيق بقى بالفعل، هل المشاكل اللي بتقابل المشروعات في الواقع العملي بتختلف عن اللي بنقوله في الكتب وكده؟ لان هو مارس من خلال اللي بيقوله ان كان في دراسات جدوى وبتابع المشروعات وكده. فيا ريت الدكتور محمد النقطه دي يوضحها لسبب بسيط قوي، عشان نعرف الناس اللي هتبدا بالاخطاء اللي وقع فيها اللي قبلهم مين، عشان ما يقعوش فيها تاني. بالنسبه للانسه سلمى طبعا انا سعيد بها جدا جدا، ان الانسان ما يقفش عند الجانب الدراسي، لا يبقى عنده مهارات وكل انسان فينا ربنا اديله قدرات. القضيه مش ان نكتشف قدرات، القضيه في التوقيت المناسب. فهي بدات سن صغيره، ولكن سؤالي ليها، هل المهارات دي هتبقى مرتبطه بهذه الفتره فقط وبالتالي بعد كده هتنهمك بقى في مجال تخصصها، ولا هتظل هذه الموهبه عندها وتنميها زي ما الدكتور محمد يعني انا النهارده بكتب للاطفال، بعد كده اكتب كتب علميه، بعد كده اتكلم عن كلام عام يعني اتكلم في كل المجالات. فهو سؤالي لها، هل تفكيرها الان او هوايتها مرتبطه بالمرحله العمريه، ولا في تخطيط ان يبقى ده موجود في المستقبل؟ وبشكركم جدا على هذا الموضوع الجاي. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. هنبدا مع حضرتك يا دكتور محمد. في ناس كثيره جدا لما بتفكر في المشروع تقول انا زهقت من الوظيفه، زهقت من يبقى ليا مدير، انا عايز اسحب راحتي. لو انت دي الاسباب في الغالب مش هتنجح في المشروع، لان ساعات كتيره المشروع بتاعك بيتطلب شغل اكتر. دي انت كنت بتشتغل بفلوس حد تاني، لا انت دلوقتي بتشتغل بفلوسك انت وفلوس ناس تانية. فطول الوقت انت محتاج تطور ومحتاج هيظهر عندك، عمر ما في خطه بتتنفذ على الارض بشكل كامل. هي فكره الخطه او دراسه الجدوى هي بتحاول انها ترتب افكارنا، بتخلينا نستعد بكذا سيناريو، لان لو حصل في حاجه او كده بتدي ثقه في للناس اللي ممكن تخش شركه معانا او البنوك اللي ممكن تدينا القرض اللي نبدا بيه المشروع. بس اول ما المشروع يبتدي يشتغل هيظهر عندك مشاكل، ده طبيعي، بس الفكره ان انت لازم تبقى ريسبونسيف، يعني يبقى عندك استجابه للحاجه دي بسرعه وتفكر ازاي تحلها. لازم يبقى فيه على الاقل هيكل تنظيمي بسيط، كل واحد مسؤول عن حاجه معينه، عشان ما يبقاش كلنا بنعمل نفس الحاجه. يعني في كتير قوي من الشركات اللي كنت ساعات بخش في عمليه اعاده هيكلتها بتبقى شركات مملوكه للراجل واولاده، بلاقي ان الدنيا سايحه ما عندهمش هيكل. انا مثلا ماسك الاوبريشنز، ده ماسك التسويق والبيع، او تلاقي مثلا كل المندوبين البيع بتوعهم بيبيعوا كل المنتجات بدل ما يبقوا متقسمين. فمهم ان يبقى في موضوع من تنظيم العمل، مين مسؤول عن ايه، انا دوري ايه بالظبط. في ممكن يبقى شريك في المشروع، انا عايز احتفظ بوظيفتي بس هخش بالمال، هبقى شريك يعني ليميتد، ولا انا هشارك بالعمل ويبقى ليا اجر. فمهم قوي ان يبقى متوزع الادوار ومتوزع، ويبقى فيه دايما يعني الشركة. انا بفضل ان الناس تشتغل بتيم عمل عشان يبقى فيه افكار وتطوير، ان يبقى فيه مقابلات خصوصا في بدايه المشروع، مقابلات بشكل اسبوعي او يومي عشان يتفادوا اي مشاكل تحصل. وارد ان حاجه توصل لعميل متاخر، وارد ان المورد بتاعي ما يجيبليش البضاعه زي ما هو عايز او زي ما انا بفضل. فابتدي ان انا هبتدي عندي فتره من التراي اند ايرور، هبتدي احدد مين الموردين اللي انا اشتغل معاهم، مين العملاء. في عميل بيبقى تكلفته عليا اكتر من الفلوس اللي انا باخدها منه، فعشان كده ارجع للنقطه بتاعت ان انا استهدف الفئه اللي انا بتحرك عليها بشكل افضل. وزي ما انا قلت، في ناس كتير، انا المفروض ما اخافش من الفشل. كتير جدا جدا ناس انا اعرفهم وطلبه عندي شجعتهم ان هم يبداوا مشروع، وكان بيبدا بمشروع ويفشل ويقوم على رجله تاني ويعمل مشروع وينجح نجاح باهر. دايما نصيحتي او رجال اعمال كتير اللي انا اشتغلت معاهم الناجحين يقول لي قبل ما نخش مشروع لازم نفكر ازاي هنخرج منه. يعني في رجال اعمال كتير يقول لي انا عايز اكبر الفكره دي لحته معينه وابيعها
وابدا تاني من في موضوع جديد. ساعات كتير قوي فكره المهاره بتاعت ان انا اشتغل على مشروع واجيب المقومات بتاعته من افراد ذو مهارات، انا يعني لما اجي انزل الاستاذه بتعمل روايات وعايز اجيب ناس كتاب ان هم يخشوا معايا، لو انا حطيت اعلان هيجي لي 1000، بس مين الشخص اللي هي تقدر تعرف ده ممكن يبقى بارت من الشركه بتاعتي وينجحني، ومين اللي هو هيبقى حمل عليا؟ فاختيار الناس اللي هتبقى معايا في المشروع مهم جدا. في ناس تقول لي انا عايز ابقى مع اصحابي، لا انا لا، فكر بره دايره صحابك، فكر مين اللي عنده الحاجه اللي تضيف للشغل بتاعي. سلمى، هل بعد كده ممكن ياخدك المجال الطبي مثلا وتسيبي موهبتك في الكتابه، ولا موهبه هتفضل مستمره معاك ويفضل شغفك بالكتابه على طول موجود؟ شوفي، انا متفهمه جدا انه صعب قوي لما الواحد يكون عنده حاجه تانية بجانب دراسته الاساسيه. في حته برضو الريسك والخوف من انه طب ما يمكن انا لو سبت دراستي الاساسيه، او حد بيشتغل مثلا في شركه واكتشف عنده تالنت مختلفه، يخاف ان هو لو سابها وراح للباشن بتاعه يفشل ويكون ضيع من ايده كل حاجه. بس هي الفكره انه ازاي نمسك العصايه من النص. تتكلمي دلوقتي هينزل صور للروايات ديت دي لا ديت ماجازين كان نازل فيها 3 شورت ستوريز من بتوعي، كانت برضو حاجه كان اول حاجه تنزل ليا ورق. اخترتي الصوره دي يا سلمى؟ مش انا اللي اخترتها، دول اصحاب المجله نفسهم. هي المجله اسمها ارت مادنس وده الكوفر بتاعها من بره كان دي كانت اول روايه خالص انا كتبتها. دي كانت تشالنج بالنسبه لي، لان هي كانت كومبيتيشن ان انا اخلص فوق ال 30,000 كلمه في 30 يوم بس، ودي كانت حاجه كبيره. دي كانت اول واحده انا اخلصها. كنت اثناء الدراسه لسه كنت بتدرسي؟ كنت لسه في ثانيه كليه، كانت اول حاجه خالص بدات بيها. هو كان كله اونلاين، وانا دلوقتي يعني خلاص الحمد لله خلصت امتيازي يعتبر. فالموضوع برضو بالنسبه لي قلت امسك العصايه من النص. انا ما بحبش خالص اسيب حاجه انا بعملها، وحاجة برضو انتوا متعرفوش انا اصلا ام انتربرنور، انا دلوقتي يعني بحاول اشتغل في مشاريع صغيرة وكده. انا مش من النوع ابدا اللي بيحب يعني يبدأ في حاجة ويسيبها. ويعني انا دلوقتي بدأت الكتابة بتاعتي بدل ما هي كانت اونلاين، لا انا الحمد لله اخدت الخطوة. بدأت تكتبي ورقي دلوقتي؟ الحمد لله اول رواية ليا خلصتها. في صورة ثالثة برضو لو عندك تعليق. دي كان لا ديت بقى الكولكشن اللي بينزل فيها كل الشورت ستوريز اللي نزل منها في المجلة. ديت الشورت ستوريز بس انا مش هنزل لكم الكوفر بتاع الرواية الجديدة اللي بعتها، لا خلاص انا بعتها ان شاء الله لدار النشر ومستنية بس الرد بتاعهم يعني عشان تنزل اول مرة في معرض الكتاب. فنسيب الكوفر بقى يعني مفاجأة بالظبط. سيب الكوفر مفاجأة. معانا برضو مداخلة من أستاذ عبد الله. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، ازي حضرتك؟ الحمد لله، ازي حضرتك؟ اتفضل حضرتك. وأنا سعيد جدا بالضيوف الدكتور محمد طبعا والكاتبة سلمى. أنا بس سؤالي للكاتبة سلمى. اتفضل. هو انا دلوقتي يعني انا عندي فكر، يعني انا عارف انا عايز فكره اللي انا عايز اكتبه تبقى عامله ازاي، بس مش عارف هبدا الكتاب ازاي او هخلي يعني هحولها لقصه ازاي. تمام، مهم جدا ان انت شكرا ليك. الاول مهم جدا انه لما تيجي تكتب عن اي حاجه، رومانس بقى او ميستري ثريلر او سايكولوجيكال او اي حاجه من الحاجات دي كلها، ان انت تقرا كتب كتيره قوي بنفس الجانرا وبنفس الطريقه ديت. ده اللي هيخليك فعلا تتعلم او تعرف ان الكتاب التانيين بيكتبوا الطريقه يعني الروايه قصدي ديت بطريقه ازاي، الجانرا ديت بتتكتب ازاي، طب الناس بتحب ايه اكتر، ايه الحاجات الكليشيه اللي فيها، طب وايه الحاجات اللي انت ممكن تجددها. فمهم جدا انت طالما عندك الفكره دي حاجه كويسه جدا وبدايه كويسه جدا. تاني خطوه بقى ليك ان انت تكتب كتير قوي، عشان انت هتلاقي نفسك بعدين في مرحله الاديتنج بدات تشيل كل اللي انت مش محتاجه. والاهم من ده ان انت تقرا كتب كتير قوي وروايات كتير قوي لنفس الجانرا اللي انت عايز تكتب فيها. طب بالنسبه لفكره الترويج برضو، بتبقى صعبه في الاول ان الواحد يعمل اسم لنفسه؟ صحيح، وكل حاجه بتبقى صعبه في الاول، يعني بالذات لو انت حد صغير او حد ده مش مجاله، مش متعلم حتى ازاي تعملي الاسم بتاعك. يعني مثلا مع زمايلك في الجامعه الاول تقولي؟ الاول كان مع زمايلي، وهو البلاتفورم اصلا وات باد دوت اللي انا بدات عليه. لو انت يعني السيستم برضو بتاعهم الالجوريثم بيساعد معاكي شويه، لو انت الريتنجز عندك كان عالي، لو ناس كتيره بتقرا عليكي فيجي يزودوا ويوريه على الفيد، لو انت بتنزلي كتير قوي فريكوينتلي ده برضو بيحسن انه الالجوريثم عندك يكون عالي. فبدا الموضوع بكده، وبعدين بدات بقى على بلاتفورمز تانية،
ولما بدات اعمل بقى الانستجرام اكونت بتاعي، بقيت اخد الاكونت دوت واحطه بقى يعني الريدرز بتوعي على البلاتفورمز دي، بحيث ان هما كمان يزودوا الانجيجمنت على الانستجرام. فهي بتبدا في الاول حاجه صغيره، بعدين كل شويه بتكبر. مهمه بس ان يكون عندك persistency والباشن بتاعك، يعني خليك تكمل كل اللي انت عايز تعمله. دكتور محمد، هل مثلا في مصر جهات معينه بتقدم دورات تدريبيه في مجال المشاريع الصغيره؟ انا ده سؤال مهم جدا، زي الاسئله كلها اللي جت بتقول انا ابدا ازاي. أيوه. انا رايي انت تبدا مع ابنك الصغير، يعني دايما ان انا اكون رائد اعمال. يعني في ناس كتير قوي لو الطفل شخبط على الحيطه ده بيضايقوه، يقولوا كده غلط، فكره بيقتل عنده فكره المحاوله. ناس كتيره من الانتربرينورز كان بيقولوا ان اهلهم كانوا بيسيبوهم يعملوا اللي هم عايزينه، ففضل ان الطفل في المرحله دي بيستكشف شو بده يشتغل ازاي. فانا لازم فكره الاستكشاف والايماجينيشن اللي هي اتكلمت عليه في اول حلقه لازم ان انا انميها في الطفل من الاول. نيجي بعد كده الجهه التعليميه، المدرسه او الجامعه. يعني احنا في جامعه كنت عندنا هناك حاجه اسمها اسباير سنتر، بيبتدي يشتغل مع الطلبه من اول فكره المشروع، وان هو يبتدي يطور معاهم البيزنس بلانز ويجيب لهم مدربين بحيث الموضوع يبقى فريكوينت. وبعد كده بيجيب بقى مستثمرين يخليهم يعرضوا، يخلي الطلبه دول يعرضوا الافكار بتاعتهم. في مصر في عندنا حاجه اسمها انكيوبيتورز، حضانات اعمال، في منها في الجامعه الامريكيه، في منها حاجه اسمها فلات لاب 6. فلات لاب 6 ممكن تخشوا عليه. كل المطلوب من الانكيوبيتورز دول ان انت تقدم لهم فكره مشروع، حسوا ان الفكره انت عندك الطموح بس ما تعرفش اي حاجه تانية، هياخدوك يحتضنوك. قد يكون الحاجات دي بتبقى مموله بجرانتس معينه، ممكن تقعد. انا في انكيوبيتر رحته في واشنطن، بيجيب الناس يقعدهم معاه في فيلا بحمام سباحه بدروس يوميه عشان خلال الست شهور او الاربع شهور دول، ويديهم ووفر لهم فلوس لحد ما يوصلوا ان الفكره بتاعتهم تبقى بزنس بلان كامله. واخر يوم في التخرج بتاعهم عاملين حفله وجايبين فيها مستثمرين الفينشر كابيتالز يبتدوا يفكروا في المشاريع بتاعتهم. فانا عايز الناس تبتدي، لو انا عندي فكره ومعيش فلوس ومعيش اي حاجه خالص، دور على انكيوبيتور، حضانه تاخد الفكره بتاعتك وتطورها معاك، ممكن تخش شريكه معاك ويبدا بعد كده. ايه اكتر الجهات طيب اللي في مصر اللي بتمول المشاريع؟ في مبادره كانت عاملاها الحكومه المصريه وسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بان يبقى في تخفيض ويبقى في دعم للمشروعات الصغيره، وكان في حتى تبقى الفايده بتاعتهم اقل من الفايده السوق. فدي من المبادرات المهمه. انا شايف في تحرك على المستوى السياسي ان احنا ندي الشباب المشاريع عامه، وفكره الاهتمام بالشباب واهتمام بالمراه، وان احنا نشتغل على الشباب ان هم يقدروا يطوروا المشاريع بتاعتهم. عندنا في جامعه القاهره في كلام كتير ان يبقى برضو ماده رياده الاعمال ما تبقاش ماده بتدرس في تجاره بس، انها تتحرك على حاجات تانية. فزي ما انا قلت دور الاسره مهم، حضانات الاعمال اللي بتاخد بايدين الناس اللي ممكن يكون عندها الفكره بس ما عندهاش الامكانيات، الحكومه ومصادر التمويل المختلفه. وفي فكره ان زي ما هي عندها مهاره ابتدت انها تطورها وتشتغل عليها، وابتدى يبقى في، انا لو انا بفكر استثمر معاها انا عايز اشوف مؤشرات للنجاح ان هي عندها حاجه مختلفه وحاجه عملت صدى حتى على مستوى بسيط. وزي ما كان المداخله اللي جات بتتكلم على التطبيق والنظريه، لا ما هو انا لما اجرب على سكيل صغير ولاقي ان في عندي نجاح. انا اذكر احد اصدقائي من المدرسه كان والدته، كنت اروح انا وهو بنذاكر، كانت تعمل لنا اكل، كان اكلها حلو جدا. شال اقدار بعد 10 سنين لقيت ان هي ما شاء الله عندها فيلا كبيره جدا في المعادي وعندها شيفات كتير جدا، وبقت بتعمل كيترينج سيرفيسز. وانا فاكر ان هي بدات بان هي تعمل تجيب واحد بفيسبا يودي الاكل، هي بس بتعمل الاكل كويس، مش حاجه عظيمه، بس عندها الباشن وعندها الاكسايتمنت. بس هي اللي خلاها نجحت في رايي الشخصي ان هي السكيلابيليتي، هي ما فضلتش تطبخ. أيوة. هي بقت بتدير مطبخ كبير فيه شيفات كتيره جدا، بتشتغل على ايه اللي الناس عايزاه. انا ممكن اكون بعمل اصناف كتيره جدا، بس الاصناف دي في اصناف معينه عليها طلب اكتر بتكسبني اكتر، ابتدي ان انا اوجه الترويج بتاعي واوجه مزيج المنتجات بتاعي ناحيته. فدي من الحاجات المهمه جدا. ازاي يعني في عندنا ساعات بنقول في مايكرو انتربرينورز اللي هم يفتح كشك وهو راضي، والفلوس اللي بتجيله بيصرفها على حياته اليوميه. وفي واحد عنده طموح ان هو لا انا الفلوس اللي هتجيلي هحطها اكبر، ويبقى عندي بدل ما عندي 10 موظفين يبقى عندي 20 موظف. فبيخلي الحاجه الثانيه. في برضو ممكن الواحد لو عنده فكره مشروع بزنس بلان كويسه ممكن يقدم على جرانتس، بتبقى بيسموها سيدز، ان هي يجي حد يقول لي خدي مليون جنيه وانا مش عايز منك اي مقابل، مجرد ان انت تبداي المشروع بتاعك.
بس بتبقى طالبه مجالات معينه، مجالات ليها علاقه بمكافحه الفقر مثلا، بالتنميه، بالسستينابيلتي. يعني فكره الانتربرينور مش لازم يكون فلوس، انا ممكن اعمل حاجه زي مؤسسه زي مصر الخير او كده، هي هدفها هي بتدخل بتجيب فلوس بشكل عن طريق تبرعات او عن طريق انها تشارك في مثلا مشروعات بسيطه، بس في الاخر هي بتخدم هدف سامي. ده بيخلي برضو يجي لها نوع من انواع الجرانتس او منح من الـ من الـ بالتنسيق مع وزاره التعاون الدولي او منح خارجيه. طب حضرتك شايف ان مصر دلوقتي ماشيه بخطوات يعني ثابته الى المشاريع وكده؟ هي ماشيه بخطوات ثابته، بس الموضوع مش الحكومه بس. انا يعني زي ما قلت الطفل وهو والنظام التعليمي وان احنا نوفر فرص تدريب سبيشالي، انا بتكلم كمان حتى بره خارج القاهره، اماكن كتير قوي في المحافظات وفي الصعيد ناس كتير قوي عندها حرف، انا ازاي اخلي الحرف دي اجمعها واعرضها على الانترنت وافتح للناس دي اسواق. يعني انا ممكن الاقي ناس عندها مهارات بس مش عارفين يوصلوا للسوق، فانا ابقى الشخص اللي ببني الموديل او بنسميه البيزنس موديل. يعني انت حضرتك لو تفكري في البيزنس موديل زي اوبر وكريم، دول ما عندهمش اصلا اسيتس، ما عندهمش اصول. هو وصل باير بسيلر، او انا عملت منتدى الناس بتبيع لبعض. برضو مهم الاطلاع والتعلم، يعني في طرق كتيره جدا بنسميها بيزنس موديلز انا ممكن اعمل بيها فلوس. من اول فكره ان يعني انا مش عارف اتكلم على شركات ولا، بس ممكن انا اخلي اتنين يبيعوا ويشتروا لبعض واخد كوميشن. وفي ان انا اخليهم يبيعوا ويشتروا لبعض ما اخدش حاجه، بس بعمل اعلانات فريكونسي على الويب سايت بتاعي، لفكره ان انا اعرض بس البضاعه بتاعتي. في طرق مختلفه، فدي محتاج ان انا اطلع ايه هي ال10 او 12 بزنس موديل اللي انا ممكن اطبقهم للفكره بتاعتي ومين انسب واحد. وافضل ان يبقى الواحد فيه ان هو يتكلم مع ناس، بس ناس ذو ثقه، وان هو يحاول ان هو ياخد كذا برسبكتيف، حد مثلا مالي، حد عنده الستيت اوف ساينس في الفكره دي، بحيث ان الفكره تتطور وتبقى اقوى. معانا برضو مداخله هاتفيه من دكتور هاني. الو، اهلا يا رنا، ازيك؟ ازي حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله. كان معايا سؤال بس بخصوص التعثر المالي. يعني معظم الشباب بيبداوا مشاريع صغيره، بيبقى المشروع شغال وكويس كل حاجه، بس بيحصل فجاه تعثر مالي وقله سيوله والمشروع مش قادر يدفع الالتزامات اللي عليه. فسؤال الدكتور محمد وللضيفه سلمى، ازاي اتفادى مشكله التعثر المالي عشان المشروع بتاعي يكمل وينجح ويحقق اهدافه؟ شكرا حضرتك. طيب يا سلمى، ازاي نتفادى التعثر المالي؟ ما انت ايوه، انا ما بدفعش اصلا حاجه للكتب بتاعتي خالص، يعني سو فار هي كلها اونلاين، فانا بعيده شويه عن الموضوع دوت، لان انا كل الانكم بتاعي جاي اونلاين وانا ما بدفعش حاجه، انا مجرد بدفع لشحن الموبايل وذاتس ات يعني، والنت بس. والنت بالظبط. الحقيقه المشكله دي لسه ما واجهتنيش يعني عشان اعرف. طيب يا دكتور محمد، لو واجه اي حد اثناء من المشروع بتاعه تعثر مالي هو احنا هنرجع برضو لفكره التخطيط للمشروع. هو ده هو التعثر المالي بيحصل من ان انت عندك الاكسبنسز او المصاريف بتاعتك زادت عن الارباح او الدخل بتاعك. ساعات كتيره جدا ممكن انا ابيع بالاجل اون كريدت او باخد كاش، بس انا ساعات ببقى عايز ادي اعمل تسهيلات للناس عشان ابيع اكتر، بس افاجئ ان انا عملت تسهيلات بس بقى ليا فلوس كتير في السوق وعليا التزامات مرتبات وعليا حاجات لموردين. فالفكره دي ان انت ازاي توفقي ما بين الدخل اللي جاي لك وان انت تبقي راضيه العملاء بتوعك، وفي نفس الوقت ما تضايقيش الموردين اللي بيقدموا لك الرو ماتيريالز اللي انت شغاله بيها على المشروع. محتاجه تخطيط مالي، اما انا عارف قد ايه سيوله محتاجه تبقى موجوده. انا اعرف اكتر من رجل اعمال فشلوا بسبب الحكايه دي، وكان واحد من الحاجات اللي خليتهم ينجحوا ان هم دخلوا معاهم حد شريك عنده في تخصص المحاسبه. قال له انا عايزك بس ان انت ايه، قال له انا ببقى شايف فلوس داخله وفلوس خارجه، انا مش عارف انا كسبت كام ومعايا كام، قد ايه انا ممكن اخده لحياتي الشخصيه وقد ايه احطه تاني في البيزنس. فتخطيط المالي ده من المهارات اللي في ورك شوبس بتدرب الناس، زي في الانكيوبيتورز اللي انا اتكلمت عليهم، الحضانات العمل، ازاي انا اقدر اخطط ماليا بشكل كويس، وازاي انا ابقى عامل انا ما ينفعش اكون متوقع ان انا هبيع كل المنتجات بتاعتي، لازم ابقى عامل حساب الابس اند داونز جوه المشروع بتاعي. ومع كل سايكل اهم حاجه برضو انت هتعمل اخطاء، بس يعني يعتبر نوع من انواع الغباء الشديد ان انت تكرر نفس الاخطاء. يعني لو في عميل ما بيتعبك ما تروحش تبيع له تاني.
طب احنا عشان نختم نصيحة سريعة لأي شخص، أي شاب بيبدأ مشروع، عايزين نصيحة من حضرتك بقى بشكل سريع. اكتب الفكرة بتاعتك على ورق. يعني في ناس كتير بيبقى عنده فكرة مشروع بيقعد بيقولها على قهوة أو كده، لا أيوة. اكتب الفكرة بتاعتك بحيث ان الكتابة هتخليك تقدر ان انت تطلع الافكار بتاعتك. من الحاجات اللي كنت بشوفها في الانكيوبيتورز، في حاجة عندهم اسمها الثينك روم، اوضة التفكير. بتبقى ان انت بتحاول تعمل زي مايند ماب، ترسم الافكار المشروع بتاعك، مقومات النجاح بتاعته، ايه الحاجات اللي انت محتاجها. حاول تكتب حتى لو ما فيش خلفيه ماليه، اكتب التكاليف، انا محتاج كم موظف ابدا بيهم. حاول تحدد التكاليف بتاعتك. اهم حاجه كل المشروع هيشتغل لو في طلب، والطلب هو الفئه المستهدفه. دور مين هي الفئه المستهدفه بتاعتك، اتكلم معاهم، حتى لو مش لازم اكون بعرف اعمل قائمه استقصاء، اتكلم معاهم، تركز في كلامك معهم على مشاكلهم. انت فكرة مشروعك هي حل لمشكلة حد تاني، بس الحد التاني ده احنا عايزين فيه صفتين مهمين: نية او willingness ان هو يشتري، وقدرة مالية. لو هو عنده النية بس معهوش فلوس، ما لا يمثل طلب. تمام. طب سلمى برضو حابة تقولي حاجة، نصيحة للبنات اللي قدك اللي بيبدأوا مشاريعهم الخاصة؟ اهم حاجه صراحه ان هم يعني الكونتينيوتي للباشن بتاعهم، لان انا برضو واحده من الناس لما كنت بدات، ناس كتير قالت لي لا ما تبدايش، ولا انت دكتوره علاج طبيعي، ف من الطالبات المتفوقات بقى يعني فناس كتير قوي يعني كانت شايفه ان انا مجرد كنت بضيع وقت، بس الحقيقه ما كنتش بسمع كلام حد الصراحه، مش من النوع اللي بسهوله بيسمع كلام حد، وانا طالما مقتنعه باللي انا بعمله وعارفه ان انا اقدر اطور نفسي فيه وعارفه قدراتي انا عامله ازاي، فانا حقيقي يعني ما تخليش اي حد ابدا ان هو يوقفك على انت عايزه تعمليه، لان في الاخر هتلاقي نفسك نجحتي. يعني دلوقتي الناس اللي كانت بتقول انت بتضيعي وقت وانت يعني ركزي في العلاج الطبيعي وسيبك من الهبل ده كله، دلوقتي بقى هم الناس اللي ايه ده، الله طب برافو عليكي، طب لان انت كليه مش سهله برده، كليه علاج طبيعي بالظبط، احنا كليه عمليه 6 سنين، احنا كليه حقيقيه تقيله شويه. فدلوقتي يعني انا هو خلصت دكتوره وفي نفس الوقت كاتبه الحمد لله يعني، فليه يعني ما ناخدش both worlds، ما حدش يعني يستسلم. احنا وقتنا خلص، شكرا لكم جدا على المشاهده. شكرا.